يملك منتخب المغرب عددا من المواهب المحترفة في الدوريات الأوروبية، والتي بدأ الاتحاد المغربي لكرة القدم يستفيد من خبرتها بعد السياسة الناجحة التي يسير وفقها، وذلك عبر تعاقده مع 5 كشافة في القارة العجوز يتواصلون بشكل دائم مع اللاعبين من أجل تمثيل منتخب بلدهم الأصلي. في الوقت الذي قدم إلياس بن صغير موهبة موناكو الفرنسي إشارات واضحة على رغبته في اللعب مع المغرب بعدما نشر صورة على إنستغرام يعتليها العلم الوطني، كثرت علامات الاستفهام حول مستقبل هذا الشاب صاحب 18 سنة الذي قدم أوراق اعتماده في الليغ 1 وبات واحدا من أفضل اللاعبين المغاربة في الدوريات الأوروبية، حيث إن اللاعب يعتبر أبرز اللاعبين في فريقه الحالي موناكو الفرنسي، ما أثار الكثير من الصراع بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ومن المنتظر أن يكون بن صغير ضمن الجيل الذي تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن يحقق نتائج إيجابية في كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستقام بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. لذلك ازداد حماس الجماهير المغربية بعدما بات إلياس قريبا من تمثيل منتخب بلده الأصلي، رغم من لعبه رفقة المنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة، إلا أن اللاعب المغربي إلياس بن صغير جناح موناكو الفرنسي ينتظر في الفترة المقبلة انضمامه لصفوف الأولمبي المغربي ليشارك معه في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وأكدت جريدة المنتخب بأن مندوب الجامعة في فرنسا يتابع تطورات ملف اللاعب بن صغير الذي يملك مؤهلات تقنية جد محترمة، والذي سيفيد بتجربته كتيبة المدرب عصام الشرعي في حال قرر الأخير ضمه، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها الفريق الوطني بانضمام لاعبين من صفوف أسود الأطلس في الفترة القادمة للمنتخب الأولمبي. وفي المقابل أكد موقع العربي الجديد أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أكد بعد كشاف الاتحاد في فرنسا يراقب وضعية اللاعب إلياس بن صغير نجم فريق موناكو الفرنسي صاحب 18 سنة فقط، من أجل ضمه إلى صفوف المنتخب المغربي الأولمبي الذي سيخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. يكون قريبا من المنتخب الوطني المغربي الذي يشرف عليها المدرب وليد الركراكي الذي يراقب اللاعب وأعطى الضوء الأخضر من أجل تأهيله ليكون متاحاً للعب مع أسود الأطلس في الفترة المقبلة. ورغم لعبه مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة، إلا أن اللاعب المغربي إلياس بن صغير قدم إشارات واضحة في الآونة الأخيرة من أجل الانضمام إلى المنتخب المغربي الأولمبي، إذ سيكون الوجه الجديد من أصحاب الجنسية المزدوجة الذين سينضمون إلى كتيبة المدير الفني عصام الشرعي، الذي سيستفيد من تجربة لاعبين آخرين من صفوف منتخب أسود الأطلس يتوافقون مع السن الأولمبي، وفي مقدمتهم عبد الصمد الزلزولي جناح فريق أوساسونا، وشادي رياض مدافع فريق برشلونة، وبلال الخنوس لاعب جينكا البلجيكي. ويذكر أن اللاعب إلياس بن صغير الذي ولد في مدينة غاسان الفرنسية تلقى تكوينه في صفوف موناكو الفرنسي، إذ لعب مع فئة تحت 19 سنة وفئة تحت 21 سنة قبل انضمامه إلى صفوف الفريق الأول.